سابقه. وبالفعل هو بعت للنادي الاهلي مبارياته حتى يوم 30 مارس زي ما انتم عارفين. النهارده او هذا الشهر في حوالي 8 مباريات هيتلعبوا في شهر واحد، كل 3 ايام مباراه. النهارده مباراه افريقيه، يوم 5 هتبقى في مباراه اخرى، وهكذا لغايه ان شاء الله يوم 28/2. عموما خلينا نعرف ايه اللي حصل النهارده في اجتماع اتحاد كره القدم المصري مع اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم. سياده اللواء ازي حضرتك يا فندم؟ كابتن اسلام ازي حضرتك ومنور الدنيا كلها. ربنا يخليك يا فندم، ربنا دايما حضرتك اللي منور. اخبار حضرتك ايه والدنيا اخبارها ايه؟ والله اسلام، والله يعني في كل مكان وفي كل قناه انت كده يعني الاعلام المحترم اللي احنا بنتشرف فيه دايما يعني. ده شرف لينا يا فندم، ربنا يخليك. يعني ماذا حدث في اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم اليوم؟ والله يا كابتن احنا بس يعني لازم اوضح لحضرتك ان دايما بيبقى في انتقاد دايما لاتحاد الكوره. مظبوط. في اي قرارات في المسابقات في التحكيم، لكن لازم الناس تبقى عارفه بالنسبه بالذات للمسابقات، هي الاستاذ المسابقات راجل محترم الكابتن عامر حسين. طبعا. راجل متطوع عنده انكار ذات، ما بيتكلمش كتير. معلش يا سياده اللواء انا هقطعك بس في الجزء ده، هل هناك اتجاه لاقاله الاستاذ عامر حسين؟ مش ممكن يبقى في اقاله، وانا بكلم حضرتك بقول لك انه راجل افضل من تولى المنظومه دي. مزبوط. يعني منظومه السادات دي بعد قاموا سياده اللواء نايف عزت، ما اعتقدش في حد افضل من الكابتن عامر حسين يتولى الملف ده. لكن عاوز اقول لحضرتك برضو الناس اللي دايما تفتي يا كابتن اسلام. نعم. وتقول ان احنا جدول وجدول، لو حضرتك الاجنده بتاعت الجداول واجنده المباريات والملاعب اتحطت قدام اي حد خبير في المسابقات مش هيقدر يعمل اكتر من اللي بيتعمل من الكابتن عامر حسين، في ظل عندك مسابقات افريقيه وعربيه ومسابقه محليه وكاس مصر، وعندك ملاعب بتتقفل عشان تواجه ان احنا يتم تحديثها عشان كاس امم. مظبوط. موضوع كابتن اسلام صعب جدا، وبالتالي كان في قرار محترم من اتحاد الكره النهارده ان يدعو ال 18 نادي ويبقى في اجتماع يوم الاربعاء الساعه 2 الظهر، ويشوفوا الكلام ده على الطبيعه، ويشوفوا ان مفيش مجامله لاي نادي. الموضوع كله انك انت عندك تزاحم في المباريات، تزاحم في الملاعب نفسها. عندك استاد بورسعيد واستاد الاسماعيليه، قد يكون استاد بورسعيد مش مفعل، لكن استاد الاسماعيليه واستاد السويس هيكونوا هيتقفلوا طبعا عشان موضوع كاس الامم. عندك استاد اسكندريه، كل ده كابتن اسلام عائق ومعوقات لجدول المسابقه. ولكن كان في شيء محترم من الكابتن هاني النهارده ومن مجلس الاداره، يجي الانديه تشوف الكلام ده على الطبيعه عشان يعرفوا ان مفيش ادنى مجامله لاي نادي في جدول المباريات. معلش يا فندم انا هقطع حضرتك في النقطه دي، لكن اللي عايز اعرفه من حضرتك ان اتحاد كره القدم هو من يدير المسابقات، بمعنى ان هو اللي بيحط المواعيد وهو اللي بيحط الكلام ده كله، بدليل ان في اول الموسم يعني، وانا قلت الكلام ده بقى يوم الاربعاء اللي فات، قلت ان الحاج عامر حسين قعد مع كل الانديه وقعد مع مجلس اداره اتحاد كره القدم وقال لهم ان السنه دي سنه استثنائيه، بغض النظر كمان قبل كمان ما تخش علينا بطوله الامم الافريقيه ومصر تنظم هذه البطوله، قال ان في خلينا نعمل الدوري على مجموعتين افضل، وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل، لان الدوري على مجموعتين هيكون ترتيبه اسهل بالنسبه لهذه السنه الاستثنائيه اللي هيكون فيها بطوله الامم في شهر 6، والبطوله دوري ابطال افريقيا والبطوله الكونفدراليه لازم تخلص قبل شهر 6 القادم. فالانديه كلها رفضت يا فندم، وبالتالي الأندية رفضت يا كابتن اسلام، وحتى الان الموضوع ده يعني بعيد تماما عن تفكير اتحاد الكوره في اي سنوات قادمه، لان مجموعتين انت بتتكلم النهارده في الدوري اقوى من اقوى الدوريات اللي حصلت خلال الثلاث اربع مواسم اللي فاتت، الدوري الموسم ده. وانا بقول لحضرتك لا تفكير ولا في اي ادنى تفكير ان ممكن يكون في الغاء للدوري، الدوري مستمر. أيوة. حتى لو دخل علينا كاس الامم هيستكمل بعد كاس الامم، لان انت النهارده يعني ده جهد يا كابتن اسلام وجهد اتحاد الكوره. فعاوز اقول لحضرتك بس ان النهارده او دعوه الاجتماع للانديه عشان يبقى، وده يعني بمنتهى الصراحه كابتن اسلام من عيوب اتحاد الكوره ان احنا ما بيبقاش فيه مبررات للقرار، يعني بتطلع قرار ليه مبرراته وليه حيثياته، لكن يعني ما بنقولش، وبالتالي يبقى الناس تهاجم. لكن لما نقعد يا كابتن اسلام ويتعرض الجدول ويتعرض مبررات الكابتن عامر حسين للجدول اللي اتعمل وليه اتحط الاهلي والزمالك يوم 30، والانديه تشوف الكلام ده، واذا توافق للانديه او الانديه رأت
ان ممكن يبقى في تعديل، اتحاد الكوره مش هيكون عنده اي ادنى مشكله. معلش يا فندم، بس هنا القرار المفروض ان هو يكون في يد اتحاد كره القدم، وبالفعل اتحاد كره القدم ادى او بعت للنادي الاهلي مثلا، خلينا نتكلم عن النادي الاهلي، النادي الاهلي اتبعت له جواب لغايه يوم 30 المباريات اللي هيلعبها، وبالتالي اذا كان هناك اي متغيرات يبقى مش الاتحاد هو اللي بيدير بقى في تلك الحاله يعني. امال احنا كابتن بعد اذنك كابتن اسلام، ايوه يا فندم، يعني الكلام ده بعد اذن حضرتك مش مقبول اصلا ان ممكن حد يدير الاتحاد غير اتحاد الكوره طبعا، او مجلس الاداره تحديدا طبعا. عشان كده بقول لحضرتك عشان ما يتقالش ان في تعديل حصل او حد تدخل للتعديل، احنا بنجمع ال 18 وبندعو ال 18 نادي عشان ال 18 نادي يبقى في مناقشه، ان كان هناك احتمالات ولو في 1% من التعديلات يكون في وجود ال 18 نادي يا كابتن. ايوه، انت عارف ان ده قرار الانديه واتحاد الكوره، مش قرار حد منفرد. يعني اذا سبب الدعوه كابتن كام، سبب الدعوه عشان يبقى في رؤيه وتبقى تكون كل واحد يعرف ايه سبب ان الجدول اتحط بالطريقه دي. حضرتك بيقول لك ما شفناش دوري في الدنيا بيتعمل ماتشاته بتتغير كل اسبوع. انا لو حضرتك بس يعني قلنا الكواليس اللي بتحصل في ماتشات يا كابتن اسلام كانت معرضه للتاجيل او الالغاء فجر نفس يوم المباراه. الكلام ده انا شريك الكابتن عامر في الحوارات اللي موجوده مع الجهات الامنيه مع اداره الملاعب، لان بتبقى في مستجدات وفي موضوعات يعني صعب جدا يا كابتن الاسلام يبقى انك تعلن عليها، بتبقى في حاجات واسباب يعني لصالح البلد ولمصلحه البلد. فبالتالي حضرتك كل الحاجات دي قلنا نجيب ال 18 نادي يتعرف ايه اللي بيحصل والجهد اللي بتنزل في الاداره اتحاد الكوره من لجنه المسابقات عشان يبقى الواقع اللي احنا عايشين فيه يبقى ال 18 نادي في الدوري الممتاز شايفينه. ليه ما بيحصلش تعديلات في القسم الثاني؟ ليه جدول الثاني بيتعرف من اول اسبوع لاخر اسبوع؟ لان التدخلات فيها او الاحداث اللي موجوده اللي بتاثر على سير المباريات مش موجوده في القسم الثاني زي الدوري الممتاز. انت النهارده لما بيكون عندك احتفاليه او اي حدث في القاهره ممكن سهل جدا انك تاجل ماتش او تلغي ماتش لوجود حدث معين، لوجود زياره مهمه في البلد. الكلام ده كله يا كابتن اسلام ليه تاثير على سير الجدول الدوري، لان في الوضع اللي زي ما الجهات الامنيه ووزاره الداخليه هي اكثر الوزارات الداعمه للكوره في مصر والرياضه في مصر وما تقدرش تلعب كوره من غير امن، بالتالي برضو لما يكون في احداث معينه او ظروف امنيه معينه لازم يكون احنا برضو ده في الاول وفي الاخر لصالح مصر لصالح البلد. لما جيت تاخد كاس امم افريقيا وتقول النهارده ان احنا ننظمها في مصر، كان اول الجهات المسانده للتنظيم هي وزاره الداخليه والجهات الامنيه. فبالتالي يا كابتن اسلام في احداث معينه بتاثر على الجدول لا دخل للاتحاد الكره بيها. لما نجيب ال 18 نادي ويتعرف الكلام ده كله وايه سبب الجدول، وان كان هناك تعديل يبقى التعديل بموافقه ال 18 نادي عشان ما يتقالش في لحظه من اللحظات لا احنا عدلنا جدول احنا عاملينه وعاملينه لصالح الانديه لا مجامله لنادي معين. لو في تاخير في ماتش الاهلي والزمالك، التاخير في ماتش الاهلي والزمالك بارتباطات الاهلي الافريقيه وارتباطات الزمالك الافريقيه، كل الكلام ده كابتن اسلام هيتعرض على في الاجتماع بتاع الانديه. يجب ان يكون هناك موافقه من ال 18 نادي، بس هو الموضوع يخص ثلاث انديه الاهلي والزمالك وبيراميدز. في الاول وفي الاخر برضه يا كابتن اسلام احنا معلش الانديه كلها زي ما اتحاد الكوره دايما بيقول على مسافه واحده طبعا. اقول لحضرتك ان كان هناك انا ما اقولكش يعني الاصل يا فندم، يعني الاصل يا فندم في ان يوم الاربعاء القعده عشان حضراتكم تشرحوا وجهه النظر في لماذا هذه المباريات اتلعبت لنادي الاهلي دلوقتي ولنادي بيراميدز دلوقتي ولنادي الزمالك دلوقتي، هو ده الكلام صح؟ الاصل في القعده يا كابتن اسلام ايوه مناقشه مشاكل المسابقه وايه الظروف اللي احنا عايشين فيها في المسابقه. نمره 2 كابتن عصام عبد الفتاح طالب انه يكون في الاستخدامات الحديثه اللي هي الفار في المباريات طبعا، لازم الكلام ده كله يشارك فيه الانديه نفسها لان هو مكلف جدا. كل الكلام ده كابتن يمكن في حرص من اتحاد الكوره ومجلس الاداره ان ما يكونش في قرارات يعني للاتحاد فرديه، عاوزين يبقى في مشاركه من الانديه في اتخاذ، لان القرارات دي قرارات هترجع على الانديه بالفايده لكن هي مكلفه. ف
فلازم كله يبقى عارف ان اتحاد الكوره حابب جدا يعمل الافضل والاحسن طبعًا. بس بمشاركه الانديه. انا بشكر حضرتك جدا يا ثروت بيه على هذه المداخله وعلى كل هذه التوضيحات. اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكره القدم، يعني كلام الحقيقه مهم جدا وكلام محترم. الاهم فيه ان يوم الاربع او اللي عرفناه ان يوم الاربع الاصل في اجتماع مجلس اداره اتحاد كره القدم يوم الاربع القادم مع ال 18 نادي اللي بيمثلوا الانديه في الدوري